تمام. بينضم لنا عبر سكايب دكتور ناصر رمزي، استشاري البطنه والاطفال. اهلا بك دكتور ناصر، صباح الخير. اهلا بحضرتك استاذ محمد، صباح النور. اهلا وسهلا. اهلا بحياتك يا فندم. دكتور ناصر، يعني بدايه فكره وجود مجمع قومي للامصار، لاي مدى حضرتك، واللقاحات طبعا اللي موجود في حلوان، لاي مدى حضرتك شايف انه ده هيفيد مستقبلا، وفي الوقت الحاضر اهميته ايه في راي حضرتك؟ طبعا في الوقت الحاضر بالذات في الجائحه، ان احنا بنحتاج بنستورد امصار من بره وبنثبتها هنا، بنسجلها تبع وزاره الصحه، فمهم جدا يبقى في مقر للامصار معتمد وتحت اشراف وزاره الصحه، لان طبعا ده وقت الامصار، فالمفروض بنهتم بحقيقه الامصار وبوجودها 100% ومتابعتها ومراقبتها، فمهم يكون في مكان زي ستور او زي مركز لتوزيع هذه الامصار، مهم جدا طبعا والاهتمام به، لان ده طبعا اهم شيء في الموجه اللي احنا فيها. واحنا بنتكلم يا فندم عن تفاصيل الخاصه بالتشغيل التجريبي للمركز القومي للامصار، وده ان شاء الله خلال اسبوعين بيضم بقى بعض التفاصيل كده اللي احنا عايزين نعرفها من حضرتك. 27 ثلاجه تبريد، 8 ثلاجات للتجميد، وده طبعا مهم جدا للامصار. كيف تقيم هذا المركز حتى يصبح يعني صرح عالمي كبير كما هو يعني تم التصريح من وزيره الصحة، وإيه التفاصيل اللي ممكن تكون موجودة تصل به إلى درجة العالمية؟ طبعا المركز ده إنجاز مهم جدا من وزارة الصحة في هذه الأونة بالذات، إن يبقى عندنا مركز للأمصار واللقاحات بكل الإمكانيات اللي فيه. طبعا نأمل ونتمنى إن كل إمكانياته تزيد، ثلاجات التبريد تزيد والتجميد تزيد. نأمل كمان إن أساتذة الطب علماء الفيروسات في مصر يشتغلوا في هذا المركز كويس. أنا كنت طبعاً أطمح كطبيب إن نطلع هنا المصل بنفسنا، إن احنا نعمل المصل بنفسنا، لكن للأسف هذا لم يحدث، فعلى الأقل إن احنا يبقى عندنا مركز نتابع به الأمصار اللي بنجيبها من بره ونثبت جديتها وكفاءتها. وطبعاً المركز ده المفروض كمان من أهم أدواره إن مش بيوزع المصل أو بيعطي المصل بس، لا ده المفروض بيخضع المصل أيضاً لتجارب بحثية وسريرية، وبيحصل فيه الأوبزرفيشن المتابعة من المصل على المتلقي. المركز ده في رأي حضرتك يعني انعكاساته الإيجابية من الناحية المستقبلية، ولأي مدى يعني في مشروعات بتبدأ بيتم يعني التعامل معها بشكل آني، وبعدين بنعرف ان لا ما بقاش فيه اهتمام بيها بالشكل الكافي، لاي مدى هذا المركز زي ما حضرتك ذكرت ممكن يبقى مركز بحثي متطور في نفس الوقت ان احنا يساهم في المساعده في انتاج هذه الامصار وايضا الحفاظ عليها نتيجه لوجود تقنيات عاليه موجوده فيه، واثرها الايجابي مستقبلا، وكيف يمكن الاهتمام بيها وصيانتها تزويدها باحدث التكنولوجيات العالميه مستقبلا؟ هو طبعا بلا شك احنا ينقصنا هذا المجال في مصر اللي هو مجال البحث العلمي، ان احنا نهتم به. احنا في مصر لا نهتم ابدا بالبحث العلمي، لدرجه ان كل رسالات الماجستير والدكتوراه اللي بيعملوها الاطباء دي يعني اسيره رفوف مكتبات الكليات والجامعات. فلو اهتمينا بالبحث العلمي من زمان كنا يمكن قدرنا نعمل المصل بنفسنا هنا كمصريين، لكن عدم اهتمامنا بالبحث العلمي كتكنيك وكمكان وكامكانيات بل وصلنا لمرحله ان احنا لا نصل الى العالميه في موضوع الامصار واللقاحات. لكن ان شاء الله وجود هذا المركز طبعا بادره امل كبيره لينا ان احنا نحاول نحط ايدينا على نقطه الضعف اللي عندنا كبحث علمي ونهتم بيها. وخلينا نذكر كمان يا دكتور ناصر يعني جهود يعني المصل واللقاح، وكان في تعاون كبير، محاولات كبيره لعمل يعني امصال والبحوث اللي كانت بتجمع عليها يعني فرق كبيره من الاطباء. طيب اروح مع حضرتك الى كورونا وهذا الارق الكبير اللي يعني مسبب بالتاكيد خوف كبير عند الناس. بما ان حضرتك استشاري طب الاطفال والاحتياجات الخاصه وطب الاسره، مهم جدا نعرف مع حضرتك يعني ازاي على قدر الامكان ناخد احتياطاتنا، خاصه ان الاقاويل كثيره حول اصابه الاطفال ب يعني بهذه المره او في هذه الموجه لفيروس كورونا. برضو طمنا حضرتك اكتر، وهل في نسب اصابه كبيره حضرتك رصدتها يعني بشكل كبير للاطفال بالتحديد؟ هو بالنسبه
بصفه عامه نسبه الاصابه في هذه الموجه الثانيه من الجائحه اكبر كثيرا من الموجه الاولى للجائحه نظرا لعده اسباب. بصفه عامه السبب الاول تحور الفيروس، السبب الاول تحور الفيروس واخذه اكثر من 8 او 9 اشكال بسلالات جديده غريبه لم تكن بادئه من الاول اللي هو بالفيروس الكلاسيك الاول، حتى بقت بتيجي الاعراض دلوقتي نون تيبيكال اللي هي مش مطابقه للي عرفناه في اول الجائحه. السبب الثاني عدم اهتمام الناس بالاجراءات الاحترازيه اللي بدات دلوقتي الدوله تفعلها بقوه القانون بغرامه الكمامه، لكن كنا شفنا في الفترات اللي فاتت مفيش تباعد اجتماعي في افراح في حفلات، فده اللي خلى الموجه دي. السبب الثالث انا رايي برضو اني لازم نفعل دور الوقايه في وزاره الصحه اكتر من كده، لان حضرتك عارفه الوقايه اهم من العلاج طبعا. ودور وزاره الصحه بيبقى ليها شقين، شق وقائي وشق علاجي، وبما ان الفيروس ليس له علاج اذا نهتم بموضوع الوقايه لان وقايته تعتبر علاجه، يعني على الدوله ان تهتم ممثله في وزاره الصحه بالشق الوقائي اللي هو تعقيم وتنظيف الاماكن اللي هي فيها ازدحام اكتر. لكن بالنسبه لاصابه الاطفال شفت فعلا انا كاستشاري الاطفال اصابه اطفال عدد اكبر من الموجه الاولى، رغم ان انا باعزي مناعه الاطفال شويه يعني قله اصابتهم شويه للتطعيمات اللي بياخدوها، بالذات علماء الطب والفيروسات قالوا ان تطعيم البي سي جي الدرن هو ليه عامل كبير في تكوين مناعه الطفل ضد الفيروس. لكن انا في المستشفى شفت لسه شايف في هذه الاونه طفلين كانوا توأم عمرهم شهرين، للاسف طفل توفى بالكورونا وطفل الحمد لله عدى المرحله دي، وبعدها جه طفل ثاني سنه 3 شهور. في اصابات اطفال شويه اي نعم اقل من الكبار لكن بدات تظهر على الاطفال، وبرضه ابشر الاهالي ان برضه الى الان مهما كان ان اصابات الاطفال اقل نسبه كبيره من اصابات الكبار. تمام، نشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. كنت معنا عبر سكايب الدكتور ناصر رمزي استشاري باطنة أطفال وأيضا الاحتياجات الخاصة وطب الأسرة، شكرا جزيلا لمداخلة حضرتك.